أعزائي مشاهدي القناة الفضائية التربوية السورية، أعزائي طلاب الصف التاسع عن النظام القديم، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. نلتقي وإياكم اليوم في يوم جديد وبندوة جديدة وبوحدة جديدة وبدروس جديدة تزيدنا معرفة وعلما وحيوية ونجاحا وتفوقا إن شاء الله. نتناول في هذا اليوم، في ندوتنا لهذا اليوم، الوحدة الثالثة، وهي بعنوان الواقع العربي وآفاق تطوره. من خلال هذه الوحدة نتناول أربعة دروس. الدرس الأول هو درس الحوار، الدرس الثاني التضامن العربي، أما الدرس الثالث فهو عن جامعة الدول العربية، والدرس الرابع يتناول منظمة التعاون الإسلامي. يسرني ويسعدني أن ألتقي بضيفي العزيزين الزميلين الأستاذ وضاح الحسيني من مديرية تربية دمشق، أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الأستاذ مصعب العقاب من مديرية تربية درعا، أهلا وسهلا بكما. أهلا وسهلا دكتور. طبعا نتلقى ونستقبل اتصالاتكم واستفساراتكم من خلال الأرقام التي سوف تظهر أسفل الشاشة. فنبدأ بالدرس أو الوحدة الثالثة من خلال درس الحوار. طبعا درس الحوار درس يعني حيوي جدا، ويتماهى ويتماشى ويتواكب مع واقعنا إن كان قديما أو حديثا. فمن خلال هذا الحوار يمكن تحقيق الشيء الكثير، إن كان على المستوى الوطني، إن كان على المستوى الأسري، إن كان على المستوى المدرسي، إن كان على مستوى المجتمعي، إن كان على أي مستوى. فبالحوار نلتقي، وبالصراع أكيد لا نلتقي. إذن الحوار هو أساسي، فلنتحاور في كل شيء حتى نصل إلى الحل الصحيح والطريق الصحيح. طبعا أمامنا صورة عن الحوار، صورة معبرة تماما، تقول: الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، رأي صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب. أستاذ وضاح، عسى ولعل أن نصل إلى معنى الحوار، إلى أهمية الحوار، ما هو الحوار بالشكل العام، وكيف يمكن لنا أن نوظفه في حل الكثير من مشكلاتنا على كل الصعد. تفضل. بداية أعزائي الطلاب أسعدتم. طبعا كما تفضلتم دكتور بالنسبة للصورة التي تكلم عن موضوع الحوار، طبعا نشاهد في الصورة أشخاص اختلفوا على الرقم، وطبعا هذا يقول رقم 6 وهذا يقول رقم 9، والحقيقة بأن الاثنان أجابوا إجابة صحيحة، ولكن كل منهما أجاب حسب وجهة نظره، كل منهما أجاب حسب الزاوية التي يقف فيها، وبالتالي حسب ما أعتقد أنا أنه خطأ قد يكون طبعا عند الآخر قد يكون هو صحيح، وما أعتقد أنه صحيح بالنسبة لنفسي هو قد يكون خطأ بالنسبة إلى الآخر. فلذلك لابد من الحوار حتى نستطيع أن نوحد الأفكار ونصل إلى تصحيح الأخطاء. فما هو الحوار؟ طبعا الحوار هو ظاهرة طبيعية لازمت الإنسان منذ القدم، فلولا الحوار منذ القدم ومنذ خلق الإنسان لعاشت البشرية في حالة اقتتال وفي حالة صراع، وبالتالي لما انتهى هذا الصراع نهائيا. تماما. لكن بهذا الحوار يتم تقريب وجهات النظر، وممكن جدا أن يتم توحيد وجهات النظر في النهاية طبعا لما في خير هذه الجماعات. إذن هو ظاهرة إنسانية، والإنسان الواعي يجب أن يقبل بالحوار، ويجب أن يبدأ بالحوار مع نفسه أولا. نعم. ثم مع أسرته، ثم مع مجتمعه، من أجل الكشف عن نقاط الاختلاف ومحاولة تصحيح الأخطاء الواردة ومحاولة توحيد وجهات النظر. فإذا ما هو الحوار في النهاية؟ هو وسيلة مناقشة الآراء والأفكار. طبعا هذه المناقشة يجب أن تكون على أسس عقلانية، من قبول للآخر وعدم التعصب للآراء الفردية. طبعا وسنتكلم بعد قليل عن الأسس كيف ينجح هذا الحوار والمعوقات وما هي الأسباب التي تؤدي إلى إخفاق هذا الحوار في النهاية.
تماما تماما. شكرا استاذ والله. اذا الحوار كما ذكرنا هو يجب ان يكون مفتوح على الجميع. نعم. باحترام الاخر وقبول الاخر وعدم التعصب. وعدم التعصب. نعم. استاذ مصعب، اكيد كما تحدث زميلنا الاستاذ والله له اهميه كبيره الحوار على كافه الصعد، كيف يمكن ان يكون ذلك؟ كما ذكر زميلي استاذ والله ان الحوار هو ضروره إنسانية، وهو ضرورة لكل المجتمعات، وهو يعد سمة أساسية من سمات المجتمعات المتحضرة. نعم. كما هو معروف فأن المجتمعات تتكون من مكونات وفئات مختلفة، وإذا لم يتم الحوار بين تلك الفئات وتلك المكونات لا يستطيع المجتمع أن تقوم له قائمة. فالحوار بين أبناء المجتمع من شأنه أن يعزز من وحدة المجتمع وما يعزز من تماسكه. أيضا يتيح الحوار الاتصال مع الآخر ومعرفة آراء الآخر وتقريب وجهات النظر بهدف الوصول إلى مجتمع راقي متطور متقدم يستطيع أن يضاهي المجتمعات الأخرى. أيضا الحوار له أهمية من كونه يساعد الإنسان على الابتعاد عن التعصب و الانعزال عن الآخر، يساعده على التواصل مع الآخرين. نعم. يساعده أيضا على التفكير وتوليد أفكار جديدة. نعم. وتفكير أفكار مبدعة، تفكير نقدية وإيجابية. تفكير نقدية. نعم. للحالات والمجتمعية. نعم. التي تحدث في المجتمع ومحاولة إيجاد الحلول لها. نعم. إذن فالحوار هو يعد سمة أساسية من سمات المجتمعات المتطورة، ويجب على أبناء المجتمع التمسك بالحوار كوسيلة لحل الاختلاف الخلافة أو الاختلاف والوصول إلى المجتمع الذي نأمل ونتأمل. يعني. تماما تماما. أستاذ وضح، إذن هي دعوة من الأستاذ مصعب، فلنعتبر ذلك هي دعوة للحوار. نعم. لأن في الحوار نجد الإيجابيات الكثيرة، حيث تتضح الكثير من الأمور قد تكون غامضة، قد يكون لديك رأي مخالف يجب توضيحه، والآخر يمكن له أن يقرأ ويستقرأ ذلك من ناحية مثلا ربما سلبية، لكن عندما يطرح فكرته الآخر وتكون يجد فيها الصواب قد نلتقي على شيء ما، وبالتالي نلتقي طبعا على المصلحة العامة وعلى الإيجابية بمعزل عن الانعزالية والعنف والتخلف وغير ذلك، لبناء وطن، لبناء بلد، لبناء مدرسة وفكر المدرسة ومعرفة ذلك وحضارة ذلك. فبالنهاية هذا الحوار أكيد له أسس، أكيد له معوقات، وما أكثر المعوقات والمعوقين، وما أكثر المعوقات والمعوقين. نعم. نريد أن نعرف ما هي الأسس وأعمدة هذا الحوار، وما هي المعوقات والصعوبات والمشكلات التي تواجه ذلك الحوار. تفضل. طبعا دكتور أنت تتكلم وأنا أعود بالذاكرة قبل بدء هذه الندوة. نعم. طبعا كنا في جلسة. نعم. وكنا نتحاور في موضوع معين. نعم. فأنت تتكلم وأنا أعود لي هذا الكلام والحوار الذي جرى قبل هذه الندوة. تماما. طبعا أجل أن ينجح هذا الحوار لابد من أن يقوم على عدة أسس، وأول هذه الأسس يجب أن نحدد موضوع الحوار، يعني حول ماذا نحن نتحاور. إذا هذا أول شيء يجب أن نحدد. مثلا نحن في هذه الندوة تفضل الدكتور ببداية الكلام بأننا نتحاور في إطار الوحدة الثالثة. تماما. إذا حددنا نحن موضوع الحوار. هذا أولا. أيضا من أسس النجاح التدرج في عرض الموضوع، فبدأت بمقدمة ثم ندخل في صلب الموضوع. تماما. وبالنهاية سننتهي في خاتمة نتفق عليها. تماما. إذا تدرج في عرض الموضوع، وأيضا يجب أن يكون هناك تقبل للحقيقة وإقناع علمي. فإذا عندما نعطي الدليل والبرهان فمن المفترض الطرف الآخر أن يتقبل هذا الشيء. أنا أعطيك تماماً. دليل، أنا أعطيك برهان. طبعا إذا كان لدي غير هذا الكلام أعطيني دليل أو برهان. تماما. تمام. وأيضا يجب أن يكون هناك مراعاة للوقت. فمثلا نحن في هذا الحوار الحالي حاليا الوقت محدد لمدة ساعة واحدة مثلا. نعم. إذن يجب أن يحدد الوقت،
وأيضا من أسس نجاح الحوار هو احترام الآخر. فإذا يجب أن لا نستخف بالطرف المقابل لنا، قد يكون لديه من العلم ومن الثقافة على غير ما نتوقع. يعني ويعني هذا يقودني إلى حالات كنا نعيشها أثناء حضورنا في المركز الثقافي لبعض المحاضرات والندوات. نعم. كان يتقدم أشخاص بمداخلات، وصراحة أنا مثلا كنت أسأل بأنه هذا فلان ما هي الشهادة التي يحملها، الشهادة الدراسية التي يحملها، وفعلا أتفاجأ بأن فلان ليس لديه شهادة جامعية لكنه يمتلك من العلم والمعرفة، ويعطيك الدليل القاطع، يقول لك ارجع إلى الكتاب الفلاني. إذن هو يعطيك دليل قاطع، ارجع إلى كذا. فإذن يجب ألا نستخف في الطرف المقابل لنا، لأنه قد يكون لديه من العلم ومن الأدلة والبراهين ما لا نعلم نحن فيه. فإذا هذا من أسس نجاح الحوار. إذا ممكن فلنعيد أسس الحوار. أولا تحديد، يجب أن نحدد موضوع الحوار. نعم. يجب أن نتدرج في عرض هذا الموضوع، يجب تقبل الحقيقة، يجب أن تعتمد على توثيق المعلومات وعلى الإقناع العلمي، يجب أن نراعي الوقت، ويجب احترام الآخر وعدم الاستخفاف، واحترام الآخرين، والإقناع العلمي ضروري جدا جدا، لأنه إذا لم نكن قادرين على إقناع الآخر وبأدلة وبراهين لا يمكن أن تطرح الفكرة من الأساس أصلا، فكيف بك إلى أن تصل بها إلى النتيجة. طبعا هذه الأسس، والأسس كثيرة جدا، لكن هذا ما يمكن تداوله ضمن نطاق الدرس. هذه الأسس تقابلها معوقات. نعم. وتحدثنا عنها أو بالشكل العام، عسى ولعل أن نعرف هذه. نعم. المعوقات أستاذ وضاح. إذن لماذا يفشل الحوار؟ ما هي المعوقات؟ لماذا يفشل الحوار؟ طبعا وهي عكس أسس نجاح الحوار. نعم. يعني قبل قليل نحن قلنا من الأسس هو تحديد موضوع الحوار، حاليا الخروج عن الموضوع. عندما نخرج عن الموضوع فهذا أول معوق، لأنه قد يقودنا إلى مواضيع ثانوية. طيب بس رأي إذا سمحت لي أستاذ وضاح، الخروج عن الموضوع، هل يمكن أن يخرج المحاور عن الموضوع بقصد أو بغير قصد؟ يعني إذا أراد فشل هذا الحوار تماما يمكن له أن يخرج عن هذا الموضوع عن قصد؟ نعم، إذا كانت هناك قضية سياسية حسب الهدف من الحوار. تمام. حسب الحوار إذا كان لحل الخلاف، أو إذا كان الوصول على اتفاق، أو إذا كان للمماطلة. حسب الهدف يكون قد يتحدث بشيء آخر ويخرج بطريقة تكتيكية واستراتيجية. صح. عن الحوار، وبالتالي هي تعتبر معوق. قد يكون ليس لديه القدرة على الحوار. قد يكون ليس لديه الدليل والبرهان، ولذلك هو يسعى إلى الخروج على الموضوع حتى يذهب الحوار، حتى يذهب ويفشل الحوار، ويفشل تماما في النهاية. تمام. ينهي كلام هذا كلام الحوار. جميل كلام. نعم. جميل. نعم. أيضا تفضل. عدم المشاركة. لماذا هو حوار؟ الحوار مع من؟ مع النفس فقط؟ نعم. نحن قلنا بأن الحوار يجب أن يكون مع النفس والأسرة والمجتمع شريك. إلى آخره. فإذا يجب أن يكون هناك مشاركة. عندما لا يكون هناك مشاركة في هذا الحوار، هذا يؤدي إلى فشل في هذا الحوار. يعني عندما يتعصب الإنسان إلى فكرة معينة على سبيل المثال، لا يقبل المناقشة، هذا أيضا يؤدي إلى فشل هذا الحوار. قلنا قبل قليل يجب ألا نستخف بالآخر، والاستخفاف بالآخر أيضا يؤدي يعني إلى عكس، ممكن أن نقول هي احترام المعوقات عكس دي الأسس صراحة. تماما. يعني قلنا قبل قليل احترام الآخر، حاليا نقول الاستخفاف بالآخر، وعدم احترام. نعم. المعوقات. أيضا الحوار جانبي. طبعا لماذا يسمى حوار؟ الحوار يجب أن يتحاور جميع الموجودين. أما إن أصبح حوار جانبي داخل الحوار الجماعي، وبالتالي هذا تشتيت للموضوع. نعم. وبالتالي ضياع الفكرة الأساسية. تمام. حتى بمجالسنا عادة عندما أضيف. يتحاور اثنان دون الثالث. نعم. فيكون هناك يعني نوع من الانزعاج من الحضور الآخر. نعم. وبالتالي يجب أن يكون هناك مشاركة جماعية حتى تماما. نصل إلى نتيجة إيجابية. نعم. تماما. أيضا من المعوقات التوتر. يعني في كثير من الأحيان الإنسان متعصب لفكرة معينة، وقد يكون داخليا لا يقبل النقاش في هذا الموضوع. وبالتالي عندما يضطر إلى الحوار، عندما يضطر، فنلاحظ بأن هناك حالة توتر وحالة عصبية ترافق هذا الحوار طبعا، وهذا أعتقد بأنه سبب أساسي بإفشال الحوار. تمام. عندما يكون هناك حالة توتر وعصبية
هذا الشخص لا يقبل المناقشة، يتزمت بفكرته طبعا، وهذا خطأ كبير، وبالتالي هذا مفشل للحوار. أيضا اللامبالاة عندما تكون القضية قضية مهمة، نحن لماذا نتحاور؟ بالتأكيد نحن نتحاور في قضية مهمة تماما، نحن نحاول أن نصل إلى شيء نتيجة هدف. وعندما الأطراف المعنية بالموضوع لا تشارك في هذا الموضوع، وبالتالي هذا سيؤدي إلى الفشل. يعني على سبيل المثال، أحيانا نحن نتحاور على سبيل المثال مع مجموعة من الطلاب حول قضية تهم الطلاب أنفسهم، نعم، ونطلب النقاش في الموضوع. عندما نلاحظ عدم مشاركة من هذا الطالب، فإذا هذا في النهاية لا يقود إلى نتائج صحيحة، وبالتالي قد تكون نتائج التي توصلنا إليها خاطئة. أما الحوار هو في الأساس من أجل توحيد وجهات النظر، تماما، هاي الغاية النهائية من الحوار، هي توحيد وجهات النظر، تماما، الاتفاق في النهاية هي الغاية من الحوار. إذن المعوقات كثيرة، تم مناقشة وملاحظة مجموعة من المعوقات، الخروج على الموضوع، عدم المشاركة، الاستخفاف الآخر، التوتر، الجانبي والتوتر، والمعوقات كثيرة، والمعوقون أكثر عندما يراد بالأمر وبالقضية إفشالها. سيتم المجيء بالكثير من المعوقات حتى لا نصل إلى شيء بالأصل اسمه حوار. صحيح. أستاذ مصعب، الحوار أنواع كثيرة بحسب الأطراف المشاركة، هناك أنواع كثيرة منها حوار، الحوار قد يكون حوار شخصي، الشخصي أو حوار بين شخصين، أو قد يكون حوار بين دولتين، نعم، أو بين حكومتين للوصول إلى اتفاق معين، تماما، وقد يتنوع، وموضوع الحوار أيضا يختلف. هناك حوارات، قد يكون حوار سياسي، حوار اقتصادي، وحوار مدرسي، نعم، وحوار مجتمعي، نعم، أو الحوار الوطني، وهو الحوار الأهم والأشمل، الأسمى والأشمل والأفضل. تماما، نعم، تماما. فلدينا أنواع كثيرة جدا، إذا صح التعبير، أنواع كثيرة، لكن سنتحدث من خلال على ثلاثة أنواع. الحوار المدرسي، نعم، والحوار المجتمعي، والحوار الوطني. فنبدأ بالحوار المدرسي، وهو الحوار الذي يدور بين الطالب وزملائه في المدرسة. نعم. قد يكون الهدف منه مناقشة موضوع معين، المساعدة في حل واجب مدرسي، أو الوصول إلى حل وظيفة معينة، أيضا أو قد يكون لحل مشكلة قد تنشأ بين الطلاب. لكي لا يتطور الموضوع إلى صراع بين هؤلاء الطلاب، يمكن أن يلجأوا إلى الحوار والمناقشة الهادئة بهدف تقريب وجهات النظر. أيضا الحوار في الحوار المدرسي قد يكون بين الطالب والمدرس، تماما، في الغرفة الصفية، ومن خلال طرح الأسئلة والإجابة وتلقي الإجابة والتعليق على الإجابة. أيضا هذا هنا اسمح لي أقول أستاذ مصعب، وما أكثر الحوار الآن من خلال مناهجنا المطورة الحديثة، والتي تعتمد على التفاعل ما بين المدرس وما تماماً بين الطلاب وبين الطلاب وأنفسهم، تماما. فالحوار هنا مطلوب من خلال أول الملاحظة والاستكشاف والاستنتاج وما إلى هنالك، وبالتالي يجب أن يكون هناك حوار بناء ما بين الطالب والطالب من خلال المجموعات، حتى إذا تدخلنا قليلا بالاستراتيجيات التعليم التعلم التعاوني وطريقة المجموعات عندما يتحاور والتعاون بين الطلاب للوصول إلى حل السؤال، وبعد ذلك تتحاور المجموعة مع المجموعات الأخرى، وبعد ذلك مع المدرس، حتى نصل إلى إجابة اتفاق صحيحة سليمة، اتفاق على حل معين، ومشاركة الكل ومشاركة الجميع مشاركة الجميع. إذن يعني اعتبرنا إذن هو نوع من أنواع الحوار، وهو النوع المدرسي، الحوار المدرسي أخذ بعين الاعتبار في المناهج المطورة تقامت فيها وزارة التربية. تمام. أيضا هناك حوار يحدث داخل المدرسة من خلال المنظمات التي ينتسب إليها الطلاب، سواء في الحلقة الأولى وهي منظمة طلائع البعث، نعم، وفي الحلقة الثانية وهي اتحاد شيوعية الثورة. إذن من خلال
خلال تلك المنظمات قد ينشأ حوار بين الطلاب وبين تلك المنظمات للتعريف بواجباتهم والتعريف وتعزيز الانتماء الوطني عند الطالب وتعزيز الوحدة الوطنية والاستماع إلى مشكلات الطلاب ومحاولة إيجاد علاج لها. أيضا هناك الحوار الذي يحدث في مجلس أولياء الأمور الذي يعقد في المدرسة بدعوة من إدارة المدرسة لعقد مجلس للاستماع إلى وجهات نظر أولياء الأمور والأهالي فيما يتعلق بالمناهج، فيما يتعلق بطلاق التدريس، فيما يتعلق بالمشكلات التي يعاني منها أبنائهم. هذا الحوار من شأنه الهدف منه هو إنجاح العملية التربوية وسير العملية التربوية. تماما. أيضا اسمح لي أستاذ مصعب، ركزت الوزارة التربية هذا العام طبعا وفي الأعوام السابقة لكن هذا العام بشكل كبير على المجتمع المحلي، على الدور الكبير، على له دور عولت الكثير على المجتمع المحلي والأهلي والحوار فيما بين الأبناء مع الأولياء وما بين الأولياء وإدارة المدرسة والمدرسين. فعادة ما يجري مجالس أولياء في الفصل الأول والفصل الثاني، ويمكن تكثيف هذه المجالس كلما دعت الضرورة للإسهام في حل الكثير من المشكلات التي تعترض وتصحيح مفاهيم مغلوطة قد يكون بعض الأهالي لديه فكرة خاطئة. من خلال الحوار نستطيع معرفة الحقيقة، وكما ذكر من أسس الحوار هو تقبل الحقيقة ومعرفة الحقيقة وما يجري، وبالتالي يتم تقريب وجهات، وخاصة في ظل ما تعيش سوريا من أزمة حقيقية، أزمة سياسية واجتماعية وثقافية وفكرية، لتصحيح الكثير من هذه المفاهيم عن طريق التواصل ما بين المجتمع الأسري والمجتمع المحلي ومجلس الأولياء والأولياء الأمور من خلال مجالس مع الكادر الإداري والتدريسي، وعرض هذه المشكلات والوصول إلى حل توافقي يخدم العملية التربوية والعملية الوطنية بالنهاية. فهذا من باب الحوار، وهو من أهم أنواع الحوارات حقيقة الحوار المدرسي. ننتقل إلى النوع الثاني من الحوارات وهو الحوار المجتمعي، وهو الحوار الذي يدور في المؤسسات المجتمعية حول قضايا اجتماعية تهم شرائح معينة أو شرائح كبيرة من المجتمع. على سبيل المثال لدينا هناك الكثير من المشكلات التي يعاني منها المجتمع، على سبيل المثال مشكلة البطالة، مشكلة الفقر، مشكلات الكثير من المشكلات الاجتماعية التي لا بد من وجود حوار لحل تلك المشكلات. وهذا الحوار يجب أن يتم ضمن المؤسسات الاجتماعية، وأن لا يكون اعتباطيا وعبثيا. هناك له قنوات رسمية وهو قنوات معترف فيها يتم من خلالها ذلك الحوار بهدف حل المشكلات التي يعاني منها المجتمع. تماما. كل ما ذكرناه هي مجموعة من الحوارات لنصل إلى حوار أسمى وأعمق وأرقى وأجمل، إنه الحوار الوطني. وكم نحن بحاجة لهذا الحوار في ظل ما تعيشه سوريا، وتقف في وجه المؤامرات الكونية التي تآمرت على سوريا. فنحتاج إلى الحوار الوطني، والدعوة مفتوحة لهذا الحوار الوطني بما يخدم مصلحة الوطن وسيادة الوطن بامتياز. فما هو الحوار الوطني أستاذ وضاح؟ كيف يمكن لنا أن نتحدث عنه؟ إذن هذا الحوار كما ذكرتم فعلا هو من أسمى أنواع الحوار، وخاصة في الوقت الحالي. طبعا هو حوار يجري بين أبناء المجتمع من أجل مناقشة قضايا وطنهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. أين تكمن أهمية هذا الحوار؟ تكمن أهمية هذا الحوار أولا كونه يقوي النسيج الوطني، يقوي العلاقة بين أبناء الوطن الواحد والمجتمع الواحد، ويخلق استجابة للتحديات الخارجية التي تهدد الأمة العربية حاليا والتي تهدد دولتنا، مثلا كالغزو الإعلامي الذي يهدف إلى تفتيت الوحدة الوطنية. يعني نحن نعلم بأن الاستعمار قام بتجزئة البلاد العربية لكنه لم يكتفي بذلك، وإنما عمل على تفتيت الدولة من داخلها.
من خلال طرح مفاهيم الطائفية أو الإقليمية أو العنصرية أو المناطقية، إذا محاولة تجزئة الدولة من الداخل. إذا أفهم من كلامك أن الاستعمار لا يهمه أو لا يريد بشكل نهائي، لا يريد هذا الحوار نهائيا. طبعا حتى يبدأ يبقى الخلاف بين تماما. إذا هو لا يفضل أي حوار الدولة داخل الدول حتى يبقى هو المسيطر وهو المتعصب لاحتلاله من خلال تفرقة وتجزئة الشعب أو المواطنين ضمن صحيح. الدولة أو المؤسسة الواحدة. صحيح. نعم. لأن دائما نحن نقول بأنه كل المشكلات تنتهي بالحوار. عندما تقبل الأطراف الحوار بالتأكيد كل المشكلات سوف تنتهي بالحوار، لكن كما قلنا أيضا قبل قليل، لكن عندما تكون هناك معوقات توضع قصدا من أجل إفشال هذا الحوار، فبالتالي يعني تبقى الأزمات قائمة وتبقى المشكلات قائمة وتبقى التحديات قائمة. إذا هذا الحوار هو مهم كما قلنا، هو يشكل أرضية لتحقيق التنمية. طبعا عندما يستقر أمور هذا البلد يجب أن أو بالتالي هذا يقود إلى تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتنمية في كل المجالات، ويكون بنفس الوقت هو منطلق لتفعيل العلاقات مع الدول العربية. إذا بالبداية هو الحوار على مستوى الدولة الواحدة. نعم. ومن ثم ينطلق إلى الحوار مع الدول العربية لما في مصلحة الأمة العربية، طبعا في تحقيق التكامل الاقتصادي وفي القدرة على مواجهة التحديات وفي تحقيق التضامن العربي. إذا هذا أهمية الحوار بدءا من الدولة وثم الانتهاء بالحوار مع الأمة، وطبعا تمام. هذا ما نسعى نحن له. تماما. طبعا عودا على بدء كوننا تحدثنا عن الحوار وبمكوناته وأسسه ومعوقاته والحوار الوطني، ختمنا الحوار بالحوار الوطني الذي تحدثت منذ قليل، عسى ولعل أن يصل بنا إلى الوحدة الوطنية وإلى التضامن العربي وإلى نبذ الخلافات العربية وإنهاء حالة التجزئة والانقسامات والتشرذم العربي الذي يضعفنا أمام الأحلاف والقوى الإقليمية والعالمية. صحيح. لأننا نجد الآن هناك قوى وأحلاف في العالم تتضافر وتتضامن حتى تحقق مصالحها. صح. في ظل الواقع العربي، في ظل الواقع العربي المجزأ. فكيف يمكن لنا بالانتقال إلى درس التضامن العربي، عظيم، كيف يمكن لنا أن ننهي حالة التجزئة، حالة الضياع إذا صح التعبير، حالة التشرذم، التقسيم وما إلى هنالك من مصطلحات جعلت منطقتنا العربية تعيش حالة من الضعف والهوان والذل. كيف يمكن لنا أستاذ مصعب أن نفهم ماذا يعني التضامن العربي في ظل هذه الظروف الراهنة وفي ظل هذه الأحلاف والقوى، قوى المصالح إذا شاء التعبير، ولدينا الكثير من المقومات العربية ليس فقط للمصالح، هناك انتماءات كثيرة وجذور تاريخية عربية، رغم ذلك نعاني من عدم وجود تضامن ووحدة عربية نهائية. كما ذكرت دكتور أن الأمة العربية تعاني من التجزئة ومن التشرذم وتواجه تحديات سواء داخلية من التخلف وإلى آخره إلى الأخطار الخارجية التي تستهدف إعادة احتلال واستعمار الدول العربية بطرق وأشكال أخرى. وهذا يتطلب من الدول العربية وأبناء الوطن العربي التعاون والتضافر فيما بينهم لمواجهة تلك التحديات وتلك الأخطار. صحيح أن الأمة العربية والظروف الحالية لا تسمح بإقامة نوع من الوحدة العربية، ولكن أقله أن يكون هناك تضامن. فعندما تتعرض إحدى الدول لخطر خارجي أن تقف الدول إلى جانبها. قد نحتاج أحيانا إلى مواقف بالمشاعر في الحد الأدنى، بالمشاعر وتقديم المساعدات بحسب الظروف كل دولة. فالتضامن العربي يعبر عن شعور المواطن العربي بانتمائه إلى تلك الأمة ومحاولة مساعدة أبناء أمته. أيضا التعاون يبدأ، التضامن العربي يبدأ من الوصول إلى صيغة عمل مشترك ومن خلال إزالة مظاهر التوتر والقطيعة التي نشهدها بين الدول العربية. نعم. وصولا إلى تحقيق التعاون، باعتبار أن التضامن العربي يشكل الخطوة الأولى لتحقيق
الوحدة العربية. فالتضامن العربي مهم وضروري ولا سيما في تلك الفترة التي تمر فيها الأمة العربية. صحيح أن هناك في اختلاف، نشهد اختلاف بين الأنظمة العربية، ولكن هذا الاختلاف بين الأنظمة العربية يجب أن لا يشكل عائقا أمام التضامن الشعبي الذي يحدث بين أمام الشعور العربي، الشعور وأبناء التضامن الشعبي بين، لأن هناك يجب أن نميز بين التضامن العربي الشعبي والتضامن العربي الرسمي. التضامن العربي الشعبي الذي يكون بين أبناء الأمة الواحدة، وتضامن الرسمي الذي يكون عبر المؤسسات الرسمية المتمثلة في جامعات الدول العربية والمنظمات. سوف نتحدث عنها بعد قليل في الدرس القادم. نعم. إذن يعتبر التضامن العربي هو خطوة الأولى لتحقيق الوحدة العربية، ومهم جدا لتوحيد المواقف العربية كما ذكرنا في تلك الفترة العصيبة والتي نشهدها، ولا سيما محاولة إعادة فرض المخططات والصهيونية والأمريكية وإلى آخره على المنطقة من خلال مشاريع ومسميات كثيرة، من الشرق الأوسط الكبير إلى الشرق الأوسط الجديد، وتلك المسميات والفوضى الخلاقة وصفقة القرن. إذن مشاريع كثيرة تستهدف الأمة العربية، وهذا يتطلب منا تحقيق التضامن العربي في حده الأدنى. تماما. إذن أصبح الآن تحقيق التضامن على الأقل ضروري. إذن هو ضرورة، التضامن العربي الآن هو ضرورة وملحة بشكل كبير لأن نحقق وحدة عربية فيما بعد. كيف يمكن أن تكون ضرورية التضامن العربي؟ ما ضرورة ذلك؟ نعم أستاذ وضاح. إذن هناك عدة ضرورات في تحقيق التضامن العربي. طبعا بداية التضامن العربي هو ضرورة حيوية كما ذكرت قبل قليل دكتور، بأن العالم يشهد تكتلات. نعم. فاليوم فعلا العالم يشهد تكتلات وتحالفات بين قوى مختلفة لا يجمعها أي رابط، لا لغة واحدة ولا مصالح ولا تاريخ مشترك ولا عادات ولا تقاليد ولا حتى الدين ولا حتى أي شيء كان. تماما. في ظل الواقع العربي المجزأ الذي يعاني جملة من التحديات، فلذلك لا بد من التضامن من أجل أن نستطيع أن نواجه هذه الأحلاف وهذه القوى المختلفة المتآمرة طبعا أصلا على الأمة العربية. إذن هو ضرورة حيوية، وخاصة في ظل التحالفات الدولية الحالية وفي ظل الضعف والتمزق الذي نعيش فيه حاليا. إذن هذا ضرورة حيوية، وهو أيضا ضرورة للنضال ضد الكيان الصهيوني من أجل استعادة الحقوق المغتصبة وأراضينا المحتلة، وهي قضيتنا المركزية. طبعاً قضية فلسطين والأجزاء المغتصبة. نعم. وأيضا جزء من جنوب لبنان. وإذا نحن نسعى للتضامن من أجل مواجهة الكيان الصهيوني والقوى الداعمة له. تماما. إذا من أجل استعادة الحقوق المختصة وبالتالي تحقيق أمننا القومي. فنحن اليوم ليس لدينا الأمن القومي، للأسف الأمن القومي مخترق. فنحن نسعى للتضامن من أجل تحقيق الأمن والأمان، وقادرون أن نحقق ذلك عندما تكون هناك النية الصادقة والإرادة والتصميم وترك كل المعوقات التي قد تعيق ذلك التضامن وتلك الوحدة بالنهاية. إذن صحيح. قادرون بمقومات كثيرة تمتلكها الأمة العربية، إن كانت سياسية جغرافية أو ثقافية أو اقتصادية أو فكرية أو عسكرية. صحيح. فبالتالي يمكن تحقيقها إذا امتلكنا الإرادة والعزيمة. صحيح. إذن أيضا نعم. من ضرورات هذا التضامن طبعا في المجال الاقتصادي، التضامن يؤدي إلى تحقيق التكامل الاقتصادي طبعا، والتكامل هذا فيه مصلحة لكل الأمة العربية، لأن الأمة العربية تمتلك مقومات، يعني كل إقليم وكل دولة من عليها رب العالمين بنعمة قد لا تمتلكها منطقة أخرى أو إقليم آخر. فإن حصل التضامن العربي فنحن نستطيع استثمار كل هذه الثروات. هذه المنطقة مثلا فيها ثروات باطنية كالنفط، هذه منطقة فيها أراضي زراعية خصبة، هذه منطقة فيها مياه، هذه منطقة فيها خبرات، هذه منطقة فيها مال. فإن تضافرت هذه العوامل فنستطيع تحقيق التكامل الاقتصادي.
وهذا من ضرورات تكامل أن نحقق، من ضرورات تضامن أن نحقق تكامل اقتصادي لما فيه الخير للأمة العربية. أيضا من الضرورات في التضامن، الأمة العربية أمة فتية، والأمة العربية لديها الكثير من العقول النيرة، لكن كما نلاحظ بأن هذه العقول للأسف تقوم بالهجرة إلى دول أخرى، يعني الدول الأجنبية مثلا. فنحن طبعا، ولماذا؟ لأنه قد يكون لم يتهيأ له فرصة الإبداع في بلده، لذلك نحن نحتاج إلى هذا التضامن من أجل جذب هذه العقول ووقف عملية هجرة العقول إلى الدول الأخرى. عندما نجد هذه العقول، عندما توجد هذه، عندما نستقطب، عندما نحافظ على هذه العقول، فطبعا هذا يساهم في تحقيق التقدم والتطور للمجتمع بشكل عام. وأيضا من ضرورات التضامن بأن الوطن العربي يعاني من مشكلات غذائية ومائية وبيئية، لذلك نحن نتكلم عن الأمن المائي والأمن الغذائي والأمن البيئي وإلى آخره، فنحن نحتاج إلى التضامن من أجل تحقيق كل هذه القضايا. إذن أختصر، الضرورات التضامن فإذا هو ضرورة حيوية ضد التكتلات التي تشهدها العالم، هو ضرورة نضال ضد الكيان الصهيوني، هو ضرورة من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي، هو ضرورة من أجل جذب العقول العربية، وهو ضرورة لحل مشكلاتنا إن كان غذائية أو مائية أو بيئية، وتحقيق الأمن في مختلف المجالات. تماما تماما، كما ذكرت أستاذ وضاح، مشكورا. طبعا التضامن العربي، ونقول أنه لا يمكن تحقيق اكتفاء ذاتي لكل دولة على حدة، وبالتالي كما ذكرت كل دولة تمتلك مقدرات وثروات حيوية تستطيع أن تتضافر جهودها وهذه المقدرات وهذه الثروات مع غيرها من الدول العربية، لأن نحصل على تكامل اقتصادي اجتماعي ثقافي وتكامل سياسي وعسكري، وبالنهاية نصل إلى تحقيق الوحدة العربية القوية. نعود أستاذ مصعب إلى كوننا نتحدث عن التضامن العربي، ونعود إلى دور سوريا الرائد صراحة، دور سوريا القومي والعروبي صح، والرائد في الوقوف إلى جانب الدول العربية في كل المحن وكل المشكلات قديما وحديثا، حتى هذه اللحظة نجد أن سوريا تقف موقفا كبيرا من ناحية التضامن العربي. كيف يمكن لنا أن نستدرك وندرك ونتعرف على بعض هذه المواقف؟ كما ذكرت دكتور أن سوريا كان لها قصب السبق في الدعوة لتحقيق الوحدة العربية، وقد قامت بالفعل بأول محاولة وحدوية، وهي الوحدة بين سوريا ومصر وإعلان الجمهورية العربية المتحدة عام 1958. أيضا كان هناك محاولات أخرى لتحقيق الوحدة العربية من خلال ميثاق طرابلس عام 1970 الذي وقع بين سوريا ومصر وليبيا والسودان. وفي عام 1971 أيضا كان هناك توقيع على لإعلان اتحاد الجمهوريات العربية الذي يضم بين سوريا ومصر وليبيا. وفي عام 1978 أيضا تم التوقيع على اتفاق ميثاق العمل العربي، ميثاق العمل القومي بين سوريا والعراق، وكان هناك مشروع دولة وحدة بين سوريا وليبيا عام 1980. إذن هذه المحاولات الوحدوية تؤكد على دور سوريا الريادي وسعيها الحثيث والنية الصادقة والإرادة الصادقة لتحقيق الوحدة العربية من خلال لو مبدئيا بمحاولات الوحدة بين بعض الدول العربية. وكان أعتقد كان هناك وقفة تضامنية إذا صح التعبير في فترة من الفترات، إذن نعم، يعني وهي بحرب تشرين التحريرية، عندما خاضت سوريا ومصر حرب تشرين التحريرية عام 1973 في 6 تشرين الأول عام 1973، وقفت الدول العربية موقفا عبر عن تضامنها مع سوريا. هناك بعض الدول شاركت بجيوشها، هناك بعض طرح مشروع وقطع النفط عن حظر النفط عن الدول الغربية الداعمة للكيان الصهيوني كوسيلة للضغط على الكيان الصهيوني للانسحاب من الأراضي العربية التي احتلها سوريا. كما ذكرنا قدمت كل أشكال الدعم للمقاومة الفلسطينية تمام، والمقاومة اللبنانية، وقد أثمرت تلك الدعم
عن انسحاب او الكيان الصهيوني من جنوب لبنان عام 2000 وتوجه هذا الدعم، وسوريا ما زالت ولن تبخل بتقديم اي شكل من اشكال الدعم في سبيل تحقيق الوحدة العربية وفي سبيل مواجهة التحديات والأخطار التي تواجه الأمة العربية، فسوريا هي قلب العروبة الناضج. تماما. طبعا بالانتقال أو في سياق الحديث هذا نتحدث عن التضامن العربي، وجد لدينا مؤسسة لأن تكون منطلقا للتضامن العربي وللوحدة العربية ولأن تكون مرتكزا أساسيا، ألا وهو الجامعة العربية. هناك ولو لم تكن الآن مفعلة، لكن هناك مرتكز، هناك جذر أساسي، مؤسسة كبيرة جامعة تجمع الدول العربية بمواقفها، عسى ولعل أن تكون هي جامعة للتضامن العربي وللوحدة العربية ولتحرير الأرض العربية فيما بعد. فبالانتقال إلى الدرس الثالث ضمن هذه الوحدة، درس الجامعة العربية، مفهوم كبير، صرح كبير بالمفاهيم والأفكار والمبادئ والأسس والشعارات وغير ذلك. ربما يعني لا نريد أن تكون جلستنا هي نقدية، هي حوارية، لكن يجب أن تكون هي إيجابية، عسى ولعل أن نعزز هذه المفاهيم في خدمة الجامعة العربية، وعسى أن تعود الدول العربية وأنظمتها إلى رشدها لكي تكون بالفعل هي جامعة جامعة، هي جامعة جامعة للجذور والقومية العربية والعروبية العربية بما يخدم أهداف وتطلعات العرب والأمة العربية. فأستاذ وضاح، ننتقل إلى الجامعة العربية وتأسيس الجامعة العربية. ما هي الجامعة العربية ولماذا تأسست أصلا؟ نعم، تفضل. طبعا بداية عن تأسيس الجامعة العربية، كما نعلم بأنها أسست بعام 1945 طبعا، وهذا التوقيت هو توقيت حساس، هو نهاية الحرب العالمية الثانية. نعم، هو سقوط دول أوروبا التي كانت تحتل البلدان العربية، هي فرصة للعرب من أجل نيل الاستقلال. فإذا كانت هذه الفترة هي فعلا فترة حساسة بتاريخ الأمة العربية، لذلك كانت فكرة إيجاد تكتل سياسي اقتصادي اجتماعي ثقافي يجمع العرب جميعا، نعم، من أجل تحقيق استقلال الدول التي لم تستقل بعد وتعزيز استقلال الدول التي استقلت من قبل. تماما. فإذا كانت هذه الفكرة، إذا هي مرحلة مفصلية، كانت عظيم مرحلة مفصلية بظروف دولية أيضا مفصلية حساسة في ظل متغيرات دولية عميقة جدا. نعم. فلذلك كان هناك فكرة إنشاء جامعة عربية كما قلت تجمع بلداننا العربية على أمل تحقيق تعاون وتفاعل سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي. طبعا في بداية التأسيس في عام 1945 شاركت عدة دول في التأسيس، وكان لسوريا طبعا شرف حضور المؤتمر التأسيسي لهذه الجامعة، إضافة إلى لبنان والأردن والعراق واليمن والسعودية ومصر. فإذا كانت سوريا من الدول السباقة في تأسيس هذه الجامعة. إذا كما قلنا كانت الغاية من أجل دعم استقلال الدول التي حصلت على الاستقلال، تدعيم استقلالها، وكذلك مساعدة الدول التي لم تحصل بعد على الاستقلال عن الدول الاستعمارية وطبعا الأوروبية والكيان الصهيوني الذي سنتحدث عنه فيما بعد. تمام. إذن هذا عن فكرة التأسيس وعن أهمية قيام الجامعة. تمام. هذه الجامعة طبعا للأسف لم تنجح في تحقيق كل أهدافها، هي نجحت في بعض القضايا، نجحت في بعض المواقف أو بعض القضايا، وبين قوسين فشلت وأخفقت، نعم، وأخفقت في الكثير من القضايا. نعم. مثلا طيب بالنسبة للقضايا مثلا التي نجحت فيها، نجحت في حل بعض الخلافات العربية العربية. على سبيل المثال خلاف الحدود على منطقة عسير بين اليمن والسعودية، علما أن الآن هي يعني دعنا نكون منطقين وواقعين، علما أن الآن هي الحرب قائمة
ما بين السعودية والنظام السعودي مع أخوتنا في اليمن. صحيح. وعلما أنه سابقا كان هناك حل خلاف، لكن الآن الخلاف يتجذر ونحتاج إلى حوار جديد وتضامن جديد لحل هذه الخلافات. جميل. نعم. هذا ربط. نعم. جميل هذا ربط. نعم. مع الموضوعات السابقة. نعم. أيضا هي نجحت في دعم العديد من الدول العربية حتى حصلت على الاستقلال، مثلا دعم الجزائر من أجل الحصول على الاستقلال. كما نعلم الجزائر احتلت لفترة زمنية طويلة من عام 1830 لعام 1962، فهي فترة طويلة من الاحتلال الفرنسي، فكان عملية الحصول على الاستقلال عملية صعبة جدا. نعم. طبعا ولا ننسى أيضا دور سوريا، كنا تحدثنا عن التضامن العربي. سوريا من الدول السباقة في التضامن مع الجزائر من أجل تحقيق استقلالها. إذا نجحت الجامعة في تحقيق بعض القضايا، لكنها بنفس الوقت هي أخفقت وفشلت في العديد من القضايا. أهم ما فشلت به حتى اليوم عدم القدرة على استرجاع الأراضي العربية المحتلة. تماما. عدم القدرة على استعادة حق الشعب الفلسطيني، عدم القدرة على استعادة فلسطين، هذه الأرض العربية المغتصبة. فإذا هي فشلت. أيضا فشلت في إيجاد تكتل اقتصادي. تماما. يعني لو عدنا إلى المصادر نجد بأن هناك عشرات الاتفاقيات التي وقعت باسم اتفاقيات اقتصادية. السوق العربية المشتركة. السوق العربية المشتركة. نعم. كما ذكرت سيد مصعب، من عام 1953 ونحن نعلم بتوقيع اتفاقيات اقتصادية، تعاون اقتصاد، تكامل اقتصادي، لكن كلها بقيت حبر على ورق. فإذا فشلت هذه الجامعة في إيجاد تكتل اقتصادي عربي يجمع العرب جميعا. تمام. ولذلك نلاحظ الفروقات الاقتصادية بين الدول العربية، بين الغني والفقير والضعيف والقوي. تمام. فإذا الجامعة، يعني دعني أقول، وكون نحن نتكلم في موضوع الحوار، عندما كانت جامعة أصيلة، عندما كانت جامعة أصيلة، نعم، كان لها دور فعال وحققت فعلا الكثير من الإنجازات، ولكن للأسف عندما سيست فأعتبر بأنها يعني أخفقت. يعني كما نقول عندما وجد المعوقين أو المعوقون وجد الفشل. نعم. وبالتالي لكن يجب أن نكون إيجابيين بنظرتنا وبمنطقنا وبحوارنا. نعم. من خلال عندما بنيت عليها. تماما. عندما نستذكر الأهداف، المبادئ والأهداف، نسمو ونرتقي صراحة. يعني دعنا نقول إنها هي كبوة، يعني كبوة حصان، ربما نستفيق بعد ذلك كعرب جميعا بتضامن وبوحدة عربية. فعندما نستذكر الآن من خلال الأستاذ مصعب المبادئ والأهداف، نرتقي صراحة مع هذه المبادئ والأهداف، وسنعود إليها، وسيعود الدم والجذر العربي إلى هذه الأصول لكي ننطلق من جديد لتحقيق تضامن ووحدة عربية متكاملة فيما بعد. فما هي أستاذ مصعب، ما هي هذه المبادئ، مبادئ السامية، مبادئ جامعة الدول العربية والأهداف الراقية؟ كما ذكر الأستاذ وضاح أنه تم توقيع ميثاق الجامعة العربية في 22 أذار عام 1945، ونص هذا الميثاق الجامعة العربية على جملة من المبادئ. المبدأ الأول هو المساواة بين جميع الدول العربية في الحقوق والواجبات، المساواة القانونية. حتى في اجتماعات الجامعة العربية هناك مساواة لكل دولة عربية، صوت واحد. نعم. سواء كانت الدولة كبيرة أو صغيرة، إذن هناك مساواة بين جميع الدول العربية. المبدأ الثاني الذي قام عليه ميثاق الجامعة العربية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأعضاء، أي. نعم. أن كل دولة تتمتع بسيادة مستقلة على الدول الأخرى، ولكن الجامعة العربية هي تبدأ، يعني هي محاولة لتحقيق الوحدة العربية، فميثاق نص على ضرورة احترام سيادة الدول الأعضاء في الجامعة العربية. أيضا نص ميثاق الجامعة العربية على ضرورة المساعدة والتعاون المتبادل بين الدول الأعضاء، أيضا فض النزاعات التي قد تحدث، كما ذكرتكم قبل قليل هناك نزاعات بين الدول العربية. نعم. ودعت ضرورة حل تلك النزاعات بالطرق السلمية القائمة على الحوار، القائمة على التفاوض، القائمة على التوفيق
بين تلك الدول العربية لحل تلك النزاعات. إذن الجامعة العربية قامت لتحقيق مجموعة من الأهداف. الهدف الأول هو صيانة استقلال وسيادة الدول العربية، مساعدة الدول العربية التي لم تحصل على استقلالها ولم تستطع أن تتحرر، ولا سيما فلسطين. فلسطين لا زالت إلى الآن محتلة من قبل الكيان الصهيوني. قضية العرب المركزية حتى اليوم. ضرورة تضافر الجهود العربية ومساعدة أبنائنا أبناء الشعب الفلسطيني للحصول واستعادة حقوقه المشروعة. أيضا من الأهداف التي تسعى إليها جامعة الدول العربية هي توثيق الصلات بين الدول الأعضاء في المجال والتعاون في المجالات الاقتصادية، كما ذكرتم لتحقيق التكامل الاقتصادي وغيره من وتوحيد المواقف العربية السياسية في الحد الأدنى في المحافل الدولية الحد الأدنى يعني. تماما. أيضا التعاون مع الهيئات الإقليمية والدولية لحفظ الأمن والسلم الدوليين والتخلص من الحروب والصراعات التي ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء. نعم، وتتبع لها مؤسسات كثيرة الجامعة العربية. طبعا هناك مؤسسات الأوابك مثلا النفط التي تعنى بتحقيق التعاون في المجال النفطي، هناك منظمة النقل العربي، منظمة العمل العربي وغيرها من المنظمات التي تمارس من خلالها الجامعة العربية مهامها ووظائفها وتسعى إلى تحقيق أهدافها. تماما. أيضا هذا يقودنا، مشكور أستاذ مصعب، على الصعيد العربي، يقودنا إلى الصعيد الإقليمي والعالمي من خلال منظمة التعاون الإسلامي. أيضا يعني لنقل أن منظمة الجامعة العربية كان لها نظيرا آخر على المستوى الإقليمي والدولي، وهي أشمل وأوسع من خلال منظمة التعاون الإسلامي التي وجدت وتأسست لأسباب مباشرة ولأسباب غير مباشرة. فمنظمة التعاون الإسلامي كانت تضم الكثير من مبدأ أن الإسلام دين السماحة ودين المحبة كما هي الأديان السماوية الأخرى، وانطلاقا من هذا الدين ننطلق إلى الأبعاد الإنسانية المحبة للسلام والمحبة لأن يعيش الإنسان بكرامته وعيشه الرغيد. فكانت منظمة التعاون الإسلامي هي منظمة دعنا نقول إنسانية، وهي حليفة للمنظمات الإنسانية الأخرى عالميا وللأديان السماوية المحبة للسلام والعدالة والأخلاق. فهذه المنظمة أنشئت عسى ولعل أن تكون بالفعل هي مساندا ومساعدا لجامعة الدول العربية وللقضايا العربية والإسلامية. فما هي منظمة أستاذ وضاح، فما هي منظمة التعاون الإسلامي، وهل نجدها الآن فاعلة؟ ربما نتحدث بسياق الحديث، هي كما هي الجامعة العربية، هل لديها مواقف كبيرة ومساندة إلى جانب القضايا العربية، قضايانا الأساسية والمفصلية؟ فما هي الجامعة أو منظمة التعاون الإسلامي، وما هي أسباب قيامها وإنشائها؟ طيب، طبعا بداية من الاسم، من المسمى منظمة التعاون الإسلامي، هي منظمة تضم فقط الدول الإسلامية سواء كانت عربية أو غير عربية. نعم. إذن تضم الدول الإسلامية. متى تأسست هذه المنظمة؟ طبعا في البداية دعني أقول بأنه لم يكن هناك مخطط لتأسيس منظمة للدول الإسلامية. نعم. ولكن الذي حصل بأنه في عام 1969 قام العدو الصهيوني بإحراق المسجد الأقصى، ونحن نعلم قدسية هذا المكان بالنسبة للمسلمين. نعم. فوجهت دعوة من المملكة المغربية لعقد اجتماع لمناقشة هذا الحدث وللبحث في كيفية إعادة ترميم وبناء المسجد الأقصى والحفاظ إذن على الأماكن. السبب المباشر إحراق المسجد الأقصى، قيام منظمة التعاون الإسلامي إحراق المسجد الأقصى من قبل الكيان الصهيوني، هذا السبب المباشر. تماما. وما هي ممكن أن نستعرض أسباب أخرى؟ ثم أعيد هذا الاجتماع في عام 1970 عندما عقد الاجتماع في السعودية في جدة. طبعا هنا نشأت فكرة إنشاء منظمة تتولى هذه المنظمة العمل على محاربة، أولا طبعا العمل على حماية الأماكن المقدسة. تماما. وأيضا العمل على
إلغاء التفرقة العنصرية والعمل على تحقيق التضامن والتعاون بين الدول الأعضاء، وكذلك دعم السلام والأمن الدولي. إذن هذا كان من غايات وأهداف تأسيس المنظمة منذ البدايات. تماما. وربما كان لها دور في الحفاظ على الثقافة العربية وأيضا دورا نأتي إلى سوريا، لا نستثني سوريا أبدا، أيضا نريد أن نربط ما هو دور منظمة التعاون الإسلامي وما هو دور سوريا في دعم هذه الدول من خلال دعم الثقافة، دور منظمة التعاون الإسلامي. أستاذ مصعب، تحقيقا للأهداف التي أنشئت من أجل منظمة التعاون الإسلامي، تم إنشاء منظمات ووكالات وأجهزة أخرى لتحقيق تلك الأهداف، منها منظمة الإيسسكو أو المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة. الهدف من تلك المنظمة هو نشر الثقافة الإسلامية والحفاظ على اللغة العربية وإقامة الجامعات والمعاهد والتعاون العلمي والتقني بين الدول الأعضاء، وأيضا التعاون ما بين المنظمات والهيئات الدولية ذات الاختصاص فيما يتعلق بالتربية والعلوم والثقافة. فإذا أنشئت منظمة الإيسسكو وهي موجودة في الرباط في المغرب، أنشئت عام 1980. تماما. نأتي وختاما قبل أن ننهي، نأتي إلى دور سوريا أستاذ وضاح. نعم. دور سوريا في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي. دائما سوريا سباقة كما تحدثنا. صحيح. عربيا وإسلاميا وعالميا تسعى دائما إلى أن تقف إلى جانب الإنسان بكل مكوناته. صحيح. حتى يكون متحررا يعيش بكرامته. فما هو دور سوريا وما هي مواقف أو موقف سوريا في دعم جهود منظمة التعاون الإسلامي من خلال أكثر من قضية أتوقع وقضايا طبعاً مركزية؟ طبعا سوريا أكدت من خلال حضورها لمؤتمرات المنظمة ومن خلال استضافتها أيضا للعديد من مؤتمرات المنظمة، أكدت على حق الشعب الفلسطيني في استعادة أرضه، أكدت على أهمية معاقبة إسرائيل لما تقوم به من جرائم بحق الشعب الفلسطيني وتنكرها لمتطلبات السلام التي أقرتها كل المواثيق الدولية ومنها ميثاق الأمم المتحدة. وطبعا نبهت العالم بأسره إلى ما تقوم أو خطورة ما تقوم به أو يقوم به الكيان الصهيوني من عملية تهويد لمدينة القدس وعملية أيضا تهويد للمسجد الأقصى، وطالبت كما قلنا بمعاقبة إسرائيل على القيام بعملية القضاء على أو محاولة القضاء على كل المعالم الإسلامية وحتى غير الإسلامية في فلسطين. ونستذكر أن سوريا استقبلت دمشق، استقبلت مجلس اجتماع مجلس وزراء الخارجية الإسلامي لمنظمة التعاون الإسلامي عام 2009، وأكدت فيه على أن تكون قضية فلسطين هي القضية المركزية والأساسية وإنهاء حالة الاحتلال الصهيوني بشكل كامل. والحديث يطول، إذا انطلقنا من باب الحوار علنا نصل إلى نوع من أنواع التضامن العربي من خلال الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وأي منظمة وأي تحالف دولي يخدم المصلحة العربية والقومية والقضية الفلسطينية وإنهاء حالة الاحتلال الصهيوني. هذا جل ما تصبو إليه الجامعة العربية والعرب كشعوب وليس كأنظمة. طبعا لا يسعني في هذه الندوة إلا أن أشكر زميلي العزيزين الأستاذ وضاح الحسيني من مديرية تربية دمشق، أهلا وسهلا بك. شكرا. الأستاذ مصعب العقاب من مديرية تربية درعا، أهلا وسهلا بكم. شكرا. أعزائي المشاهدين، أعزائي طلبة الصف التاسع النظام القديم، طبتم وطاب لقاؤكم، ونتمنى عليكم أن نكون من الناجحين والمجتهدين والمتفوقين. دمتم ودام الوطن ودامت سوريا عزيزة كريمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.